الفوال وراه يركب الفوال وراه يركب حديث حين مدني ليت الأغواط من خلال الوحدة الثانوية حصر ملب وبدعم من المركز متقدم بالليل لأجل نقل عائلة متوفية تتكون من 5 أفراد زوج وزوجة 43 سنة و 39 سنة وبنت وولدين. البنت 10 سنوات، الولد أحدهم 12 سنة والآخر 6 سنوات، كلهم متوفين جراء استنشاقهم لأحاد أكسيد الكربون داخل المنزل. للأسف شديد في كل مرة يحسد القاتل الصامت أرواح المواطنين، نتمنى منهم أخذ الحيطة والحذر، خاصة وجود التهوية دائمة طيلة اليوم، وكذلك ضرورة وضع جهاز كشف الغازات المحترقة. والله العظيم لا فاجعة كبيرة، تألمنا كبير، لأن هذا سمير خونا وحبيبنا وجارنا، كان حسن الخلق، كان إنسان ما شاء الله، وكما يقولوا راح أفلي رضاج، راح وهو صغير، وكناش نسناو الفجأة هذه وشنو وش راح نقول. قدر الله ما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون.